بقى بيعمل لكم دلوقتي كده بقى شغل ولا غيره بقى دلوقتي كاشنج. اي اس اي انترنت سكيورتي اكسلريشن، انترنت بيطلع بالنات تحديدا حاجه اسمها بات مش وضعنا. سكيورتي بينزل ديفولت رول تقفل الدنيا كلها، وانت بعد كده سيادتك تعمل بقى ايه بابليش رو عشان الناس تقدر توصل للسيرفرات اللي جوه صح، اكسس رو عشان توصل الناس بعضها. السيستم بوليسي دي اللي هي موجوده اللي هي بتظبط الايضا مع الناس تمام، دول اللي هي ماسكين لك الاسم ده السكيورتي. عندك بعد كده اكسلريشن، اكسلريشن يعني زياده السرعه. الاكسلريشن يعني زياده الايه السرعه، يعني الايزر بيزود الايه السرعه. ازاي الايزر بيزود السرعه؟ كل القصه ان الايزر هو والانترنال بتاعتك هي واحد بيطلع يروح للايزر، يا عم الايزر انا عايز الياهو، يقول له خد يا عم، ويطلع يجيب له الياهو. مين اللي بيطلع يجيب الياهو؟ الايزر، ويجي يديها له. يجي واحد ثاني يقول له عم الايزر انا عايز الياهو. الايزر لما طلع المره الاولانيه جاب الياهو وداه للراجل الاولاني قام مكيشها عنده، لما الثاني جه ايه؟ قام اديها له تمام. الكاشنج هي ديت العمليه اللي الايزر بيعملها اللي بيزود بها السرعه، بدل ما كان بيطلع يجيب بسرعه الانترنت ويدي للناس، بقى بيدي للناس من عنده، فبقى بيدي للناس بسرعه مين؟ اللان الداخليه، الكابل الداخلي. حلو الكلام؟ ممتاز كده؟ طيب تمام. الكاشنج في منه نوعين، في فورورد كاش فورورد وفي ريفرس. الفورورد اللي يكيش اللي جاي من بره لجوه، الريفرس بيكيش اللي طالع من جوه لبره، واحد داخل منه بيفتح حاجات بيكيش عنده، واحد تاني عايز حاجه يديها له جنبه تمام. والاثنين دول عامه بيكيش لك دلوقتي، يعني ايه؟ يعني بيكيش المطلوب، يعني اللي بيطلب حاجه اي ريكوست بينطلب بيتكيش. طب اللي بينطلب ده وبيتكيش بيقعد في الكاش فتره قد ايه؟ قال لك اي صفحه اي انترنت عندك، اي ويب سايت عندك ليه حاجه اسمها تي تي ال، راجل الديفلوبر اللي مصمم الموقع دوت بيبقى عاملها له تمام. التي تي ال ديت بتزيد تنقص عارف راحت الايه الراجل اللي عامل الموضوع دوت. طيب التي تي ال ديت تايم تو ليف، الراجل ممكن يعملها على اساس ايه؟ الراجل بيعملها على اساس الموقع مثلا، هل بتعمل له ابديت كتير ولا هو نوعا ما ستيبل حاجات موجوده وخلاص، ولا بيتغير بس بيتغير كل ثانيه. طب الصفحه دي اصلا انت هتسمح انها تتكيش ولا لا؟ الكلام ده كله الراجل اللي بيصمم الصفحه بي ايه يقدر يحط الايه البيانات دي كلها تمام، بحيث صفحه زي صفحه البورصه كيش مش بيسموه كيش، بيتغير كل ايه كل ايه. طيب المهم ده نظام الايه الكاشنج اللي هو الفوردر او الايه الريفرس بتاعك. ليه نظام تاني الكاشنج؟ ايه هو؟ ما كيش اللي الناس بتطلبه، امال ايه؟ اقوم رايح للكاش واعمل له كده نظام جوب كده وظيف، اقول له بص يا عم الايزر انا عايزك من الساعه 7 بالليل تبدا تطلع الانترنت وتشوف لي موقع www.kaza.com islamway.com تمام. الموقع دوت عايزك تبدا تكيشه من الساعه 7، ولما تكيش الموقع يا عم الايزر مالكش دعوه باللينكات اللي الموقع بيدخلك عليها. يعني الموقع ده بيدخلني على لينك موقع اسلام ويب، لا ما تروحش معاه. بيدخلني على موقع اسلام توداي، لا ما تدخلنيش معاه. بيدخلني على موقع اسلام اونلاين، لا ما تدخلنيش معاه. انما في اسلام وي نفسه ادخل جواه هتلاقي في لينك يقول لك قران كريم، ادخل جواه هيدخلك جواه، هتلاقي في مشايخ وفيه صور، خش على المشايخ، هتلاقي في خش جواه ممكن اقول له خش عمق 8 صفحات جوه. فيكيش الموقع و8 صفحات ايه؟ وراه مش من وراه بيدخله ورا، يعني اللينك بيدخل جوه لينك جوه لينك جوه لينك جوه لينك 8 لينكات ورا بعض تمام؟ كيشهولي من الساعه 7، ممكن اقول له اعمل العمليه دي كل يوم الساعه 7. فالناس لما تيجي بكره الصبح الشركه عندك وتبدا تخش وتكتب www.islamway.com هيترد عليهم منين؟ ما الموقع كله عندي بقى، واخد بالك؟ فبدل الناس بقت هتكيش وتسمع القران بسرعه الانترنت يقعد يحمل يقرا شويه يحمل ويقرا، لا ده هيقوم مباشرة من على مين؟ من على الايزر. فبسرعة الايه؟ الكيبل بالميجا اللي هي ايه؟ هو ده الكاشن.
الايضه ايام زمان لما كان بيتسطب وينزل كان بيسال سؤال وهو بيتسطب، بيقول لك انت عايز الايضه ينزل في الكاش مود ولا في الفاير وول مود؟ فلو كنت سيادتك قلت له في الفاير وول بينزل يشتغل معاك فاير وول وبتاع الكاش ديسيبل لغايه ما سيادتك تروح تعمل لها نيبل وتشتغل. لو كنت بتنزل الايضه في الكاش مود كنت تنزل تلاقي الكاشنج الكاش انيبل شغال. من بعد كده 2004 وانت جاي اصبح الايضه بينزل فاير وول مود خلاص انا ما بسالش، والكاش بينزل ديسيبل اهو تمام. سيادتك تقدر تعمل له انيبل انيبل كاشنج، لكن هو الديفولت فين هو ايه؟ ديسيبل. عايز تعرف وتظبط الكاشنج وتشغله، يلا نشغل الكاشنج تمام. اقول له شغل لي يا عم عمليه الايه؟ عمليه الكاشنج. عشان تشغل الكاشنج، معنى انك تشغل الكاشنج هي معناها بالظبط ان انت تحدد للايضه مكان يكيش فيه، كانت عملت انيبل الكاشنج. فعشان كده لما قلت له انيبل الكاشنج قام مدخلك هنا وقال لك معلش انا عندي دلوقتي السي ان تي اف اس ولازم المكان اللي اكيش عليه يكون انت فيس بارتيشن. السي الديسك سبيس بتاعه 20 جيجا في فاضي 16 وشويه، سيادتك عايزني اخد قد ايه اكيش فيهم؟ لما مايكروسوفت كان لها قانون كده بتعمله يقول لك 100 ميجا بايت زائد نص في عدد اليوزرز. يعني هي قانون يعني قانون بتنجان كده يعني على نفسها يعني، خد بالك يعني مثلا لو انت عندك مثلا 100 مستخدم في الشركه يبقى نص في 100 50 زائد 100 يقول لك عايز الكاش يبقى 150 ميجا بايت. لكن طبعا انت لو نص ده التعريف يعني هو القانون عندهم كده يعني عايزين مثلا 100 مستخدم مثلا، فكل مستخدم كل شويه يبقى مش عارف ايه كام مستخدم ممكن يعني يبقى عايز يجيبوا ريكوستات، طب الريكوستات دي تتكيش تتكيش قد ايه على حسب يعني الناس دي كلها لما تطلب في مساحه قد ايه تشيل الطلبات اللي الناس بتجيبها عشان تتكيش لهم تمام. فهو بيقول لك ايه 100 ميجا بايت زائد نص في عدد اليوزرز يساوي اديني حجم الكاش. لو عندك 1000 مستخدم في الشركه يبقى 1000 في نص في 500 زائد 100 يعني يا ريت 600 ميجا بايت تعمل لي مساحه الايه؟ الفايل المكان اللي هكيش فيه تمام؟ طبعا انت لو ناوي تكيش مواقع وحاجات زي كده الكلام ده كله ايه؟ مش هينفع يعني تمام؟ فلازم تدي له مساحه محترمه عشان باشا ايه؟ يكيش فيها براحته ويقدر ايه؟ يتعامل مع الناس. فانا ممكن اقول له مثلا والله بص خد لك 3 جيجا 3000 ميجا بايت تمام، واقول له 6 الكاش سايز دلوقتي كام؟ 3000 ميجا، اقول له ابلاي واقول له اوكي. بقى ايه؟ بقى انيبل، ممكن اعمل له ديسيبل اقول له ابلاي. بيقول لي طيب the change will be applied only after، هنطبق لك ونظبط لك الدنيا ديت بس لما السيرفيس دي تعمل ريستارت. هي مين؟ مايكروسوفت فاير وول. مين المايكروسوفت فاير وول؟ لما نيجي ناخد المونيتورنج دلوقتي حالا هتلاقي ان مايكروسوفت فاير وول ديت في المونيتورنج هنا في السيرفيسز هي الايضا. يعني انت لما تحب تعمل ريستارت للايضا مش شرط تعمل ريستارت للجهاز، انت ممكن تعمل ريستارت للسيرفيس اللي اسمها مايكروسوفت ايه؟ فاير وول. هو بيقول لي عايزين نعمل لها ريستارت. نسيب but don't restart the service وانت سيادتك تبقى مانوالي بايدك بقى تروح تعمل لها ريستارت، ولا نسيب ونعمل ريستارت؟ انا ممكن اقول له اكتفي وانا بعملها بايدي، ممكن اقول له اعملها انت وسيلستر انت مزاجك وخلص امورك، انا اقول له اعملها خلص انت وانا هوريك دلوقتي هو دخل فين وعمل ريستارت. يعني لو كنت انت هتعملها مانوال بايدك انت هتخش فين وتعمل لها ريستارت. شايف المونترنج هي بتشتغل رول بتنزل عليها؟ المونترنج فيها احد الحاجات اللي فيها حاجه اسمها سيرفيسز، احد السيرفيسز اللي موجوده فيها سيرفيس اسمها مايكروسوفت فاير وول اللي هي بتعبر عن الايضا. انا قلت له انت ايه؟ احفظ التغييرات وانت اعمل ريستارت للايه؟ للسيرفيس بايه؟ بايدك انت. اذا الفيسبوك قابلت صغر لا لا
يلا لما اخلص يعني. يا الله انا بيعمل ايه؟ عامل كده بس خلاص خلص تمام وكل حاجه تمام. ويلا يا عم نتفرج على حاجه اسمها كاش روم. مش انت كده شغلت الكاش؟ انت اول حضرتك ما شغلت الكاش هو عامل لنفسه حاجه اسمها ديفولت رول في الكاش تمام، وعامل هو رول خاصه بعمليه الابديت بتاعت من عند مايكروسوفت. الكاش من عند مايكروسوفت اللي هو مايكروسوفت ابديت الكاش منه، نظام التكيش منه ايه تمام. قبل ما ادخلك وافرجك على الديفولت رول او على مايكروسوفت ابديت كاش رول بتاعته تمام، تعالى احنا نكريت كاش رول وبناء عليها واحنا بنكريت على الاوبشنز اللي هيسالنا عليها هتفهم انت الديفولت رول دي. انا هقول له هنا ايه؟ كرييت اكاش رول، وانا عايز اكيش كاش الريكوستات بتاعت مين؟ كاش ريكوست، كاش الريكوستات تمام؟ هقول له نكست. يعني انت تخيل ان مفيش اصلا رولات للكاش هنا، وتخيل ان احنا بنعمل احنا ايه؟ رول تمام؟ اولا بيقول لي كاش رول ديستنيشن، this rule will apply to request sent to the destination specified on this page. الرول دي هتطبق على الريكوستات اللي طالعه رايحه لي. ها صح. طب content retrieval ايه دي بقى؟ بص يا عم بيقول retrieve the requested object from the cache. رجع طلب الراجل من الكاش لو، يعني هو دلوقتي بيقول لك واحد في الانترنال باع الطلب للايزا عايز به الياهو كويس، نديله الطلب بتاعه من الكاش لو كان ايه، وبيديك ثلاث اختيارات. Only if a valid version of the object exists in the cache، بس لو كان نسخة صالحة شغالة valid بتاعها يعني تمام، يعني تمام موجودة في الكاش. يعني لو كان الياهو ده فعلا موجود في الكاش والنسخة بتاعته اللي في الكاش نسخة صالحة، صالحة يعني ايه؟ يعني ما انتهتش الصلاحية بتاعتها، يعني التي تي ال بتاعتها ما خلصتش، الفترة الزمنية اللي هي متاحة فيها الناس مصالحة فيها ما خلصتش. تي تي ال ممكن تبقى مثلا دقيقة بس، يعني 60 ثانية مثلا. شايف عندنا ايه؟ شايف عندنا مكتبة ليه؟ ما خلصت دقيقة مثلا، ممكن اخش بعد دقيقة ده. ماشي ماشي، هو بيقول لك يعني ايه؟ لو كانت النسخة اللي عندك صالحة، يعني معنى كده ان الراجل ده جاي لك قبل الدقيقة ما ايه؟ ما تخلص، يبقى النسخه اللي هنا ايه صالحه لان التيت ال ايه ما خلصتش لسه تمام. في الحاله ديت اديله من الكاش تمام. طيب if no valid version موجوده route the request to the server، يعني ايه؟ وجه الطلب للسيرفر. السيرفر ده اللي هو فين؟ على الانترنت تمام. لا روح للسيرفر بتاع الياول على الانترنت هتهوله، طبعا هتديله ايه؟ الكايش. فالنسخه اللي عندك بتاعت الياو ايه؟ اتجددت تمام كده. ده اول ايه؟ اول اوبشن. الاختيار الثاني بقول له if any version of the object exists in the cache، يعني لو اي اصدار من الطلب اللي هو عايزه موجود في الكاش رد منه، سواء كان valid او not ايه؟ او مش متاح تمام. طيب if none exists، لو ما لقيناش النسخه دي موجوده، ودي بتحصل امتى؟ لما واحد يجي يطلب الياهو مثلا وما كانش حد طلبه قبليه فمش متكيش، فمفيش في الكاش لا نسخه صالحه ولا نسخه صغيره منتهيه
تمام. في الحاله ديت لو ما لقيتش روت ذا ريكوست تو ذا سيرفر اطلع حتى بقى من ايه من بره. طيب اف اني فيرجن اوف ذا اوبجكت موجوده في الكاش، لو اي اصدار موجود في الكاش رد منه. طب لو مش موجود في الكاش يا عم احمد بص قول ايه، اف نون اكزيست دروب ذا ريكوست، يعني نيفر رود ذا ريكوست تو ذا سيرفر، ما تردش عليه. وده في الحاله دي خلي بالك الاختيار الاخير معناه ان انا بجبر الناس اللي يشتغلوا عندي لازم يشتغلوا منين؟ من الكاش. الحاجه بتاعتهم اللي هم طالبينها مش موجوده في الكاش، انا بضرب الايه؟ بوقع السيرفر الريكوست. احنا هنقول له ايه؟ الطبيعي عندنا ان والله ما دامت النسخه صالحه رد، مش صالحه اطلع جددها معاك. الكاش كونتنت، الكاش دوت المحتويات اللي فيه نحطها على انهي سيناريو؟ يعني احنا هنحط هنا محتوى في الايه؟ في الكاش. المحتوى اللي هو الراجل جايبه مثلا، بص بيقول لي سيلكت وين كونتنت شود بي ستورد ان ذا كاش، قول لي الاول انا اكيش امتى؟ نيفر نو كونتنت ويل ايفر بي كاشد، يعني مفيش اي محتويات هتتكيش، يعني كان الكاش ايه؟ مش شغال. بقول لي نو كونتنت اهو، بقول ما تكيش يعني خالص. ولا اكيش اف سورس اند ريكوست هيدرز انديكيت تو كاش، كيش لو الصفحه المطلوبه او الهيدر بتاعها. الهيدر دوت يا حماده اللي هو ده الهيدر ده تمام، بيقول لي كيش الهيدر حاجه كده تمام. لو الهيدر او السورس اللي في السايت نفسه سامح لك انك تكيشه، يعني لو الراجل ده متاح انه يتكيش كيش، لان في صفحات مش متاحه ان هي ايه كيش. ده بقول لك تقريبا مثلا ممكن حاجه زي الايه، زي صفحات البورصه كده بس اللي هي كل الثانيه تطلع او تكيش تمام. فانا بقول له هنا ايه، لو هي سامحالي بالكاش كيشها تمام. بالاضافه لي خلي بالك ان الصفحه لو متعلقه بداتا بيز خارجيه ما تتكيش. طب الديب يعني الصفحه مربوطه بداتا بيز خارجيه ما تكيش الصفحه بقى ايه؟ ما الداتا بيز بتاعتها ايه؟ مش موجوده. فاهم قصدي؟ يعني هكيش انا الصفحه دي، الصفحه دي المعلومات اللي فيها اصلا مرتبطه بمين؟ بداتا بيز بره. فانا لما اكيش الصفحه ديت هكيشها من غير الايه؟ الداتا بيز. كل ما احب اخش على حاجه فيها اطلع لمين؟ الداتا بيز وانا استفدت من الكاش. عشان كده الكاش اللي بالنظام دوت ما بتتكيش تمام؟ اسمها دايناميك كونتنت. اسمها كده تمام؟ النظام الثاني الصفحه لما تجيلي فيها ايرور، جات لي مش كامله، جات لي ناقصه، جات لي تمام. اما تجيلي فيها ايرور الديفولت ان هي برده ايه تكيش، والا هكيشها بالايرور خلاص الايرور اتعدل في السيرفر. اي حد بيطلبها بديها له انا منين؟ من الكاش تمام. بديها من الكاش وهي ايه؟ ايوه انا مكيشها وهي فيها ايرور ماشي. طب الايرور اتعدل في السيرفر نفسه والناس جم يطلبوها من الايزا، الايزا اداها لهم من السيرفر ولا من الكاش؟ من الكاش وهي ايه؟ فيها ايرور. فعشان كده الصفحه لما تيجي فيها ايرور ما بت ايه؟ ما تتكيش تمام. الحاله الثالثه ان الصفحه يبقى فيها عمليه الاوثنتيكيشن يوزر نيم وباسورد زي الايميل ياهو ميل مثلا تمام. الديفولت انا ما كيش، والا لما كيش ياهو ميل بالنيم والباسورد بتوع سيادتك تمام، ويجي واحد بعد كده يطلبها له اديها له، واخد بالك؟ هتبقى مشكله تمام. فعشان كده لا الدايناميك كونتنت بتتكيش، ولا الاوفلاين براوزنج اللي هم فيهم ايرور بيتكيشوا، ولا الكونتنت ريكوايرنج يوزر اوثنتيكيشن فور ريتريفال بتتكيش تمام. اللي هي ايه اللي هي الاوثنتيكيشن حط يوزر بس تمام. انا ممكن اقول له لا كيش لي دول وكيش لي دي وكيش لي دي، ممكن لو انا عايز بس الديفولت هي ايه كيشوش اقول له نكست. يقول لي طيب انا لما بكيش دلوقتي، انا واحد طلب صفحه الياهو، جت صفحه الياهو قمت انا ايه
مكيش. يا صفحه الياهو دي مش فيها اوبجكت جواها؟ يعني فيها لينكات، فيها بيكتشرز، فيها تكست فايل، فيها اوديو فايل، فيها فيديو، صح؟ كل دي عناصر موجوده. ايه رايك ما نكيش العناصر اللي هي اكبر من قد ايه؟ ما نكيش حاجه اكبر من 1 ميجا، ولا ما نكيش حاجه اكبر من 20 ميجا، ولا ما نكيش حاجه اكبر من جيجا، ولا ايه بالظبط؟ قول لي قول لي قول لي. ولا مكيش كله شغال؟ هتتكلم في الناس عليها. انت حر. ال HTTP caching دي بقى حاجه تخص ال HTTP اللي هو البراوزنج، اللي هو سؤال عملت الايه؟ البراوزنج. الصفحه لما بتيجي بيبقى لها TTL، صح؟ وليكن مثلا، خلينا نفرض عشان نفهم بس القصه ديت، وليكن مثلا ال TTL ديت 10 دقائق. تايم تو ليف، وقت الحياه، الوقت اللي مسموح لها تعيش فيه. تمام. التي تي ال بتاع الصفحه دي اللي هي تعيش بيه في الكاش، يعني بعد التي تي ال ما بتخلص بتكون النوت ايه؟ نوت فاليد، غير صالح انها تستخدم. فاكر الخيار الاولاني؟ طيب انا جبتها وكيشتها فعلا، تمام، ال 10 دقائق خلصوا، وقام جاي لي واحد بعد 10 دقايق تانيين طلب مني الايه؟ الصفحه. فروحت اشوفها لقيتها ايه؟ انتهت من كام؟ من قد ايه؟ من 10 دقايق. فقوم طالع ايه؟ جايبها له وجاي. فانا كده عدلت اللي في الكاش، صح؟ لان جبت الثانيه وعدلت دي. اللي كانت في الكاش الاولانيه الفتره اللي بين انا ما خزنتها من الاول خالص لغايه ما اتعدلت قد ايه؟ برافو عليك. تلت ايه؟ التلت ساعة دهيت عندنا بقى اسمها كونتنت ايج. اسمها ايه؟ كونتنت ايج. يبقى الصفحة ليها أصلا حاجة اسمها تي تي ال، وبعد ما بتتعدل بتاخد حاجة اسمها كونتنت ايه؟ ايج. أنا ممكن أربط التي تي ال نسبيا بالكونتنت ايج. يعني ممكن أنا أقول له ايه؟ اقول له التي تي ال بتاع الاوبجكت دوت مثلا يبقى خليه 20% من الكونتنت ايج اللي بيها. لو الصفحه بتنطلب كتير فالكونتنت ايج هيكون ايه؟ صغير. الناس مثلا بتطلبها كلها على طول على طول على طول، مثلا بتخلص صلاحيتها بعد دقيقه، واحد طلبها بعدها مش عارف بنص دقيقه، فبقت دقيقه ونص، خد 20% منهم. فبقلل التي تي ال الاساسيه، لان التي تي ال بخليها 20% من ايه؟ الكونتنت ايج. فبقلل فتره الايه؟ الصلاحيه بتاعتها عشان تتايه؟ تتجدع، عشان الناس بتطلبها كتير. طب انا صعب تتطلب كل فين وفين؟ طب اطول ايه؟ المده بتاعتها عشان بقى ايه؟ مش كل شويه اطلع بيها، فاهم؟ فانت تقدر تظبط هنا، تمام؟ تقول له والله ست تي تي ال اوبجكت كانها 20% من الكونتنت ايه؟ من الكونتنت ايج. الكونتنت ايج از ذا اماونت اوف تايم سنت an object was created or modified. تمام؟ مش فاهم اللي هو اللي انت قلته دلوقتي. لا الترجمه يعني. اهي ركز معايا. الصفحه من اول ما حطيناها في الكاش هنا لغايه ما حصل لها موديفاي، حصل لها تعديل. وقت قد ايه؟ هو ده الكونتنت. تمام؟ هنا بيقول لي بقى خلي تتقل 20% من الكونتنت ايج، ولكن بشرط ان هو ما يكونش اقل من قد ايه او اكبر من قد ايه زي ما انت عايز. تمام؟ واضح كده ولا لا؟ موافق ولا لا؟ also apply these TTL boundaries to source that specifies separation. حتى الصفحات اللي هي محدده لنفسها TTL خاص بيها طبق عليها الايه؟ الكلام ده. هم ولا لا؟ يعني هي خلاص الصفحه ديت ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل وقت الصفحه تنتهي فيها صلاحيته. بيحاول هو يقلل الصفحه انتهاء فضل انتهاء صلاحيتها، او يزود فتره الصلاحيه بتاعتها على حسب.
تمام نيكست. طب الاف تي بي كاشنج، الاف تي بي فاكر ريسيرف اه اللي هو عامل زي الداونلود ده تمام. طيب انيبل الاف تي بي كاشنج اه انيبل. طيب التايم تو ليف للاف تي بي بقى نخليه قد ايه؟ يعني واحد طلع مثلا ايزا جاب اف تي بي ونزل مثلا انتي فايروس مثلا خلاص كتكيش عندنا يعني كتكيش قد ايه؟ ديفولت عندنا نيكست كده احنا ظبطنا ايه؟ رول لعمليه الكاشنج تحصل ايه؟ تحصل بيه. بص بقى هنا الديفولت رول اصلا احنا ما عملناهاش، احنا عملنا مين؟ احنا عملنا كاش ريكوست دي. الديفولت اصلا اللي هي اتوجدت اول ما احنا عملنا انيبل للكاشنج. بص تقول كيش لما تبقى رايح لاي حد ماشي، وكيش لو بس الفاليد فيرجن موجود، لو مش موجود اطلع لمين؟ للسيرفر رول. طيب ستور ان كاش كيش لو انديكيتو كاش، لو هو سامح لنا كيش فاهم، ما تكيش لا دايناميك ولا الايرور ولا الايه ولا الاوثنتيكيشن. طيب الاتش تي تي بي بنفس الديفولت ايه، والاف تي بي وان دي ادفانسد ما تكيش الاوبجكت اللي هم اكبر من كذا مش فارق حاجه. يعني اصلا الديفولت رول عامل اللي احنا ايه او يعني دي مالهاش لازمه اللي احنا عملناها ديسكارد، يعني نفض اللي احنا عملناه تمام. الله طب انا دلوقتي طب ايه دي مايكروسوفت ابديت بتقول ايه؟ بتقول كايش لما تبقى رايح للسيرفر بتاع مين؟ مايكروسوفت ابديت، عشان الناس تعمل داونلود الابديت اللي فيه تمام. طيب اكاش ازاي؟ بس لو هو متاح ولو اللي هناك سامح هناك كايش، والاتش تي بي نفس الكلام، الاف تي بي نفس الكلام، الادفانسد كايش يا عم شغال كل حاجه شغاله. يعني خلي بالك ان دي هي دي، يعني دي لو عملنا لها ريد كليك وقلنا له ديليت ما تفرقش اي حاجه. لا سواء انا بقول لك بس اعمل ابديت للمايكروسوفت بس ماشي، ما هو اي شبكه ماشي، ما هو هنا بيقول كيش مايكروسوفت ابديت دومين نيم ست، ما مايكروسوفت ابديت دومين نيم ست ما هي تبع اول نتورك تبع الاكسترنال تمام. المهم يعني هو عامل واحده للمايكروسوفت وعمل. طب ايه الرول اللي انا ممكن اعملها يعني؟ يعني الرول الديفولت عندنا هنا انه سامح بانه يكيش كل ايه؟ كل حاجه صح كده؟ انا ممكن اعمل رول بقى يا عم احمد امنعه انه يكيش من موقع معين، باعتبار ان الموقع دوت لو الباشا شغل باله بالتفتيش منه يكون طالب في المساحه ده رايح اللي عندي، وليكن يو او اي مواقع فيديو بقى، لو الباشا شغل باله انه يكيش من موقع الفيديو بكون طيب كايش بند. فممكن اقول له كاري ترول امنع به التكييش من مين؟ من يوتيوب مثلا. اعملها ازاي يا احمد؟ اهو اهو امبارح لا انا في الكاش يا احمد ماليش دعوه بالاكسس رول. الاكسس رول انت عايز تمنعهم ان هم يدخلوا اصلا؟ لا انا دلوقتي عامل كاش بس على الصفحه دي اللي انا هكتبها الاسم احنا كنا امبارح. انت عارف انا عايز اعمل ايه؟ هنعمل رول او عمل كاش بحيث ان انا ما حدش يطلع الكاش من الموقع ده خالص. حلو الكلام. او يطلع بس ما يجيبش منه لو رحنا عملنا امبارح كده اي داتا او اي فيديو. انت بتقصد يعني ان انت تروح هناك وتقول له لما تطلع لليوتيوب ما ترجعش بالفيديو؟ دي او دي. طب يعني اسمعني بس واحده واحده. دلوقتي عايز ترجع لليوتيوب خالص. يعني اهدى عليا. اهدى عشان تفهم. دلوقتي انا عايز الناس تطلع لليوتيوب عادي خالص. وتسمع الفيديوهات اللي عليها عادي خالص. عادي. من على النت. تمام. لكن لما تيجي ما تتكيش. ما تجيبش حاجه معاك. انت لو عملتها بالاكسس رول بتاعت امبارح وقلت له اطلع بس الكونتنت ما ترجعش بالفيديو، بمعنى كده ان الناس مش هتعرف اصلا تسمع اي فيديو على الانترنت. او تشوف اي فيديو على اليوتيوب. هيطلع براوزنج. هيطلع براوزنج وبعدين. بص. اللي في الفاير وول بوليسي فوق. وانا هقول له هلو انترنال ان هم يروحوا للاي اهو اي حاجه رايحه اليوتيوب يا عم بص كريت اكسس ريتر. انا هقول ايه؟ انت عايز تعمل ايه؟ عايز تديناي بلاي فيديو ولا ديناي كاش فيديو؟ كاش من هنا ديناي
يوتيوب كاشي. انا همشي وراك ماشي. اقول له نيكست يقول لي لا ولا دينا دينا ام امنع ايه اي بروتوكول مش كده. يروح لمين اي بروتوكول يطلع من ايه من الانترنت يروح لمين اليوتيوب بقى مش تسمع اليوتيوب انت كده بتمنع اي حد انه يروح اليوتيوب. يعني انت كده لو هقول له هنا مثلا اقول يوزرز نيكست لو قلت له فينش يبقى انت كده مانع اي حد. بعد كده تختار اول اللي انت عايز تقوله. انا عايز اقول له اسمح للناس انت عايز تقول ايه يطلعوا باي اوت باوند من الانترنال لليوتيوب اي مستخدم فينش. وتقوم انت داخل هنا رايت كليك وقايل له بروفيرت وتقول له في الكونتنت هنا اسمح بكل الكونتنت ما عدا ايه الفيديو اللي انت عايز تعمله صح. يبقى انت سمحت الناس ان هي تروح اليوتيوب وتسمع اي حاجه ما عدا ايه. بس انت كده منعهم ان هم يسمعوا الفيديو اصلا. بس لو دلوقتي لو راجع هيرجع تاني يشوفها برضه يجيلك من قصه الكاش. انت كده منعه اصلا ان هو يتفرج على الفيديو. ما هي الكاش عشان قوانين الكاش مش منع. يبقى انت لما تحب تمنع عم احمد قوانين حاجه تتكيش ما تعمليش بقى من الاكسس رو. امال اعمل منين؟ من الكاش رو. ما هو اكيد كل حاجه لها نظامها. ما هو الكاش رول ده اللي بينظم عمليه الكاش قوانين الكاش. الاكسس رول قوانين الوصول اللي يوصل اصلا. فانا اكيد هكتب كاش ايه رو. الكاش رول انا عايز اعمل بقى ايه. انا عايز ادناي يوتيوب كاشينج نيكست. عايز تطبق القانون دوت لما تبقى الريكوستات رايحه لمين دومين نيم لاي حاجه لها علاقه باليوتيوب نيكست. ها انت عايز ترد من الكاش لما يبقى النسخه موجوده في الكاش فاليد. الفاكر الثلاث اوبشنز بتوعنا اللي هو رد من الكاش لو ما لقيتوش في الكاش ايه حبيبي. طب ما هو كده مش طايق اصلا خالص لان هم هيروحوا هيجي يرد من الكاش مش هيلاقي اليوتيوب فين في الكاش وبالتالي هيوقف. يبقى لازم عشان يطلع لازم ايه لازم تعمل الاديه دي. ماشي ماشي ماشي. هقول له ايه هنا هقول له هنا ادينا مين ثاني. لا يا عم نيفر. يبقى نو كونتنت ويل ايفر بي كاشد تمام. يبقى انا سماح له يطلع يجيب الانترنت عادي تمام. بس هو راجع انا ايه مش هكيش اي محتوى. وصلت كده؟ طب تفرق معاك بقى اذا كنت انت خدت دي ولا دي. يعني ديت هيروح لو في نسخه متاحه في الكاش مفيش لو مفيش يطلع الانترنت. هنا لو في نسخه في الكاش يطلع لو مفيش هو كده كده هيطلع الانترنت على طول. انما كانت تفرق لو كنت واخد دي ما كانش هيطلع اصلا فاهم. يعني تقول نيفر. يبقى هو دلوقتي هيطلعوا اليوتيوب هيطلعوا عادي خالص. الاكسس رول سامحوا لهم يطلعوا اليوتيوب ويتفرجوا باي محتوى ولكن هم داخلين انا مش هكاش لان انا قايل هنا في الكاش رول ايه ما تكاش من مين من اليوتيوب. ده اول نظام اللي هو بيكاش دلوقتي اللي هو بيكاش اللي بيجي تمام. ظبط انت بقى القوانين زي ما انت عايز. بعد كده تلاقي حاجه اسمها كونتنت داونلود جوبز. كونتنت داونلود ايه جوبز. لو دخلت عليها يقول لك سكادول كونتنت داونلود جوب. ممكن اعملها من هنا او من هنا تمام. هي تضغط عليها يقول لي والله السكادول كونتنت داونلود جوبز ويل ران اونلي وين اللي مش عارف ايه 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 تبقى ايه حاجه في البروكسي كلاين واللي سكادول مش عارف ايه ايه حاجه تبع السيستم بوليسي. ايه رايك؟ ها
اطبق لك الاعدادات ديت اقول له ايه؟ يس ولا نو؟ نو يبقى مش هتشتغل، يس يبقى هو هيشغل وهيغير اللي هو عايز يغيره ويقوم مشغل لك الايه؟ الداونلود جوبز دي. تمام؟ فاهم ولا ايه؟ ايوه يس. اعمل له ابلاي. فهم قايل له ايه؟ سكادول يا عم الكونتنت داونلود. هتسمي الجوب اللي انت عايز تعملها ايه؟ انت عايز تكيش مين بقى؟ ها؟ نام و كاشينج. عايزين نكيش موقع ايه؟ نام و نكست. انت عايز تشغل العمليه ديت وان تايم اونلي، يعني عايز تشغلها مره واحده بس، ولا عايز تشغلها دي مره واحده بس؟ هقول له نكست وهيعملها اول ما اقول له فينش هيبدا يشتغل. انما دي وان تايم اونلي برده، بس ايه؟ بسكادول. يعني ايه سكادول؟ يعني انا اقول له يوم ايه الساعه كام، دي بقول له يوميا، وبالتالي هيقول لي ايه؟ طيب يوم ايه؟ طب اكررها كل قد ايه؟ طب الساعه كام في اليوم؟ طب ابدا من يوم في ايه؟ فاهم؟ طيب دي يعني بقول له ايه؟ اسبوعيه. طب يوم ايه في الاسبوع؟ حدد لي. طب ابدا يوم كام؟ طب ابدا الساعة كام؟ طب اشتغل مرة واحدة في اليوم دوت ولا اكررها كل كام دقيقة؟ زي ما انت بقى ايه؟ عايز. انا اقول له ايه؟ دي اليومية. الساعة كام؟ بداية من 4 8 النهاردة يعني نبدا؟ 8 4 والله ابدا لي يا عم الساعة 6 ونص. ماشي، 6 ونص على الناس يكونوا خلاص شغلوا ايه؟ وروحوا عشان ما يهنكش الشبكة يعني. ابدا اكررها كم مره؟ مره واحده في اليوم. اقول له هي مره واحده. نيكست. طيب عايزني اروح اكيش من مين؟ اقول له بص http://www.slamway.com www.slamway.com. في اي مشكله؟ طيب don't follow link outside the specified URL domain name. يعني لو لقينا في اسلام واي لينك بيودينا على دومين نيم تاني، على اسلام توداي، اروح معاه maximum depth of link per page الواحد. ايوه والله. بص يا باشا ادخل كمان صفحات حلوه قوي. طيب limit number of objects retrieved to maximum of عدد العناصر اللي احنا ممكن نكيشها ما يزيدوش عن كام؟ عن 60,000 عنصر. 60,000 عنصر العنصر يتراوح ما بين لينكين او اوديون او فيديوين او تكستين الاوبجكت، يعني نكيش كام عنصر؟ 60,000. حلو قوي يا اخي 60,000. طب maximum number of concurrent PCB connections to create for this job. شفتك عارف انت داونلود، انت عارف داونلود مانجر؟ عارف انت داونلود مانجر؟ لما يجي يشتغل وتلاقي تحت كده حاجات كونكتنج كونكتنج كده اكتر، واخد بالك؟ دي كونكشن. نفتح فيهم كام واحده مع بعض يشتغلوا. اللي عامله زي ايه؟ زي قنوات بيعمل داونلود منها، او بورتات بيفتحها عشان يعمل داونلود منها، يشغل كام بورت في نفس الوقت يعمل داونلود منهم. حسب بقى الزياده او الوصول بتاعك بيبقى افضل. لما بتزود بيبقى افضل طبعا، بيبقى اسرع. تمام. نفتح كام تي سي بي كونكشنز في نفس الوقت يشتغلوا كونكرنت تي سي بي كونكشنز. تمام. طيب نكست. كونتنت كاشنج، محتويات الايه؟ الكاش. اكيش الكونتنت، ايه رايك نكيش كل المحتوى، كل المحتويات نكيشها، ولا نكيش اف سورس اند ريكويست هيدرز انديكيت تو كاش؟ لو كانت الصفحه دي مسموح فيها ان انا ايه اكيشها، كيشها. او لو كانت الكونتنت دايناميك، كانت داتابيز خارجيه، then the content will be cached. يعني كيش لما يبقى الراجل سامح، ولو لقيت حاجه متعلقه بداتابيز خارجيه برضو ايه
كيش تمام، ولا اكيش بس لو الراجل سمح لنا احنا نكيش. ومعنى كده ان الدايناميك مش هيتكيش، الايرور مش هيتكيش، الاوثنتيكيشن مش هيتكيش تمام. طب التايم تو ليف اكسباير كونتنت اكوردنج تو ذا كاش رول، يعني تي تي ال نسيبها متظبطه حسب الكاش رول اللي مظبطاها هناك في كل مكان مظبطينها احنا هناك تي تي ال. ايه رايك تسيبها كده؟ ما فيش مشكله خليها كده. ولا الست انت تعمل انت قد ايه زي ما انت عايز، ولا اوفر زي ما انت عايز تمام. احنا بسبب الايه بالديف نيكست يبقى كده احنا عملنا ايه جوب وظيفه اسمها سلام واي كاشنج، بتعمل يوميا ابتداء من 8 4 الساعة 6 ونص، تشتغل مرة واحدة في اليوم، بتكيش ما بتطلعش بره الدومين بتاعنا، بتكيش بامبتي 8 مش هتكيش أكتر من 60,000 عنصر، بتفتح تي سي بي كونكشنز أربعة مع بعض كونكرنت، بتكيش لو الراجل سامح لنا، والتي تي ال على حسب اللي انظبط في الإيه؟ الكاش رول. بس كده؟ بس كده باقي إيه؟ باقي حاجة صغيرة، حاجة هنا بيقول لك هنا إيه؟ كونفيجر كاش سيتنج، أو لو جيت أنت على الكاش هنا رايت كليك وقلت له هنا بروبرت هيفتح لك حاجة اسمها جنرال تمام؟ توتال سايز أوف أول كاش درايفز أون ذا كمبيوتر 3000 ميجا بايت، اللي إحنا إيه؟ عاملين. قلت له أدفانسد، هنا بقى بيدرب بقى شوية حاجات كده إيه؟ يعني مثلا هنا بيقول لك كاش أوبجيكتس ذات هاف أن unspecified last modification time، اللي هي الكاش اللي هي مش متحدد لها modification time، حاجه زي تي تي ال كده يعني اكيش الصفحه اللي مش متحدد لها تي تي ال نكيشها برده تمام. ممكن اقول له لا اللي ملهاش modification time مش متحدد لها تمام ما تكيشهاش مثلا يعني. ولا اكيش الاوبجكت even if they don't have an HTTP status code of 200، الكود 200 دوت اللي بيرمز ان الصفحه جايه سليمه 100%. ما اعرفش ازاي ولا اعرف ازاي هي بتبقى حاجه في الـ في الـ في الـ في الداخل يعني الديفلوبر كده الديفلوبر بتاع السايت يعني تمام. واخد بالك لو قلت له لا معناها ان انا بقول له حتى لو فيها ايرور ايه؟ اكيش ماكسيمم سايز اوف يو ار ال كاشد ان ميموري، الراجل دوت اقصى مساحه ممكن نكيشها اليو ار ال في الرام بتاعتنا، نكيش مساحه قد ايه؟ ها 12800 بايت، يعني 12000 كيلو، يعني 12 كيلو تقريبا اللي هو حجم اليو ار ال، اليو ار ال اللي هو ده يو ار ال هو الليدر ده تمام. اف ويب سايت اوف اكسبايرد object can't be reached، يعني ايه؟ يعني الراجل جه لي هنا طالب الياهو، فانا لقيت الياهو هنا نوت ايه؟ نوت valid مش متاح، يعني التيت اللي فتحته ايه؟ خلص. فانا طلعت بره لمين؟ لموقع الياهو عشان خاطر ايه؟ اجيبه، لقيت السيرفر بتاع الياهو اللي بره واقع، نعمل ايه؟ صعب اللي عندك بره don't return the expired object، يعني اعمل له ريتيرن ان ايرور بيج، ماشي انا هعمل ارجع له ايرور، لا دي 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 لو قلت له كده يعني معناها ما ترجعلوش العنصر المنتهي صلاحيته اللي عندك، لا رجع له ايرور تمام. الديفولت فيها انا بقول له ايه؟ رجع له الايه؟ اللي عندك، بس بشرط ان ما يكونش عدى على مساحته 50% من الايه؟ من التي تي ال تمام؟ ما يكونش اكتر من عدى عليه اكتر من 60 دقيقه ما يكونش عدى وهكذا تمام. ريستور ديفولت كل حاجه دي. الله يبارك ايه ده يا عم احمد ده الكاش هي لو قلت له هنا كونفيجر كاش سيتنج هيدخلك على جنرال ادفانس نفس الكلام. يبقى الكاشنج اول حاجه عملناها فعملنا له انيبل. انيبل ازاي؟ ان احنا حددنا له حجم ايه يكيش فيه، الكاش رول سيبناه بالديفولت واحنا قلنا له هنا ما تكيش من اليوتيوب تمام. الكاش داونلود جوب ديت قلت له كي تعمل داونلود للموقع الفلاني في الوقت الفلاني
في اي مشكله ولا الكاشف. خلي بالك ان الايزر لو سمعته في عمليه الفاير وول والسكيورتي مش نص نص نص، لو سمعته نص نص يعني، فسمعته في الكاشنج زي الجنيه الذهب. يعني في شركات بتجيب الايزر خصيصا عشان الكاشنج، عشان الاكسلريشن، عشان يزود السرعه في الشغل، فاهم؟